كان في عيوني لا يهون لا بدايل ومن غير ما ينشدوني بالقول عليهم تهايل يحبوا ما يلحقوني صادق ومش قول قايل. للعذال طرائق في الإيقاع بين المتحابين في كمائنهم التي نصبت على أعواد الحسد والبغض، يتحينون الفرص والأوقات المواتية لاستدراجهم في حديث سمر يلقون فيها ضحكات زائفة وابتسامات كاذبة تخفي وراءها كيدا وخبثا. جلسات اعتاد روادها سرد أخبار تتوارد هنا وهناك ملأ بتفاصيل أكثرها أوهام وتفتقد للدقة والتثبت، يدلى بها أحدهم حسدا وغيظا لينثر بذور الشوك في هجير مخيلة صاحبهم لتغلي على نارهم التي أوقدوها في ذاك المساء ليغيروه عن محبوبه بالكذب والافتراء. الفنانة الراحلة ذكرى محمد تغنت في أغنيتها أوقات عشية عن صور هذا الكيد الذي يبدله العذال، حملت تفاصيله كلمات الأغنية فصورتها في مشهد يحاكي البيئة التآمرية التي رتبت للإيقاع بين المحبوبين. أوقات عشية عند اصفرار الشمس ودنوها نحو المغيب وبعد الفراغ من الإجهاد والأعباء اليومية، يجلس البعض متحلفين لاحتساء كأس الشاي لتزيل أعياء ذاك اليوم الطويل في أجواء يشتهيها الكثير ويتبادل فيها الأحاديث. هذه الأوقات باتت أوقات اصطياد للعذال، تتفوه أفواههم بالكذب في خطاب إعيائي يستمع له المستهدف كأنه طنين لا يفارقه أينما حل وذهب.